السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منظر بانورامي للمسجد النبوي، صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذه الساحات جهة القبلة، القبة الخضراء. يا ريت تصلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذه الانعكاسات بتأتي من تجي من الزجاج، ما ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل. يعني هذا أكثر مجهود أقدر أعمله عشان الانعكاسات اللي بتحصل في القزاز، ما في نفس القزاز يعني بتحصل الانعكاسات.